تقطع عذراء يوميا نحو ساعة كاملة حتى تصل إلى مكان عملها رغم حظر التجوال. عذراء التي تخرجت من مدرسة الصم والبكم تعلمت الخياطة هناك، وتعمل اليوم مع زملائها لتوفير الكمامات للوقاية من فيروس كورونا. احنا كنا قبل ساكنين بيتنا ببعقوبة، بس حاليا تحولنا ببغداد جديدة، صارنا 6 سنين. بس من 3 سنين أنا هنا جيت للدوام كلش فرحانة ومكيفة، وخاصة بشغل الكمامات لأن هي للدولة كليتها وللمستشفيات بصورة عامة، وفرحانين احنا لأن كونا دنيجي هنا ودنخدم الشعب. الصم والبكم يعالجون ما أفسده تجار الأزمات، فمن خلال جمعيتهم هذه يصنعون الكمامات ويبيعونها بأسعار زهيدة بعد ارتفاعها في الأسواق والصيدليات. يعني هم ذول أصحاب الاحتياجات، هم المفروض احنا نساعدهم، أصبحوا هم ناس فاعلين في المجتمع وإنتاج هاي الكمامة. يشوفوا سعر جدا زهيد وإنتاجهم يعني مباشر ما شاء الله، يعني بحدود 10,000 كمامة في الأسبوع، في نهاية الأسبوع، ويكونون مضاهية للكمامات. رح نشوفنا الاستغلال والجشع من المستثمرين والصيدليات. أكثر من 500 كمامة ينتجون يوميا، والابتسامة لا تفارق وجوههم رغم كل المعاناة التي يمرون بها، ليعطوا درسا إنسانيا بليغا دون أن ينطقوا بأي كلمة. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية.